صباحكم بالخير يا حبابي ويا حباباتي، ومرحبا بكم من جديد في طاجين زمان. نقولكم على سلامتكم، واليوم راحين نقدم لكم طبق اللي هو تشكتوكا. بما ان رانا في الحال سخون والسخانة بزاف، هاد الأكلة هادي نديروها في الصيف. وندير كاينين طريقتين، كاينه الطريقة اللي يديروها مزلبحة، يديروها بصل وطماطم وفلفل حار وعدام بطبيعة الحال، وكينا اللي القديمة الأصلية اللي يديروها باللحم، بصح يديروها بالقص اللي هو هذا، ما يديروها لا بالجاج لا بالفخذ لا بالجيكو لا والو. هيا بسم الله. للتكتوكة هذه لازمنا كما قلت لكم بطبيعة الحال القص، لازم بصل هو المكون الأساسي، الطماطم حب مقشرة، قريبة فلفل حلو مقطع تاني باش نديرو له النكهة باش يعطينا الذوق، قريبة فلفل حار بعد نرميوه باش يطلق لنا البنة، طماطم، ثوم، عظام للتزيين، ملح، حمار، فلفل الكحل وزيت. اللي يحب يدير زيت الزيتونة يدير زيت الزيتونة، اللي يحب يدير زيت المائدة يديره. احنا انا نطيب بزيت عرب بزيت الزيتونة. هيا بسم الله على بركة الله نبداو. هيا بسم الله. واني درته لكم اليوم في الطاجين هو نورمالمون، والله بتكسر لي انا كي نديرها نديرها في بنت عمارة في تاع الطيب باش الفشوش، الفشوش نديرو به الجاري، وبنت عمارة يجي كيما هادي هو طيب نديرو فيها الحميص ونديرو فيها التكتوكة. هايا نحطو البصل بسم الله. هاو يبان لكم البصل، البصل قطعوه هاكت والله نيخ، هاو يبان لكم بزاف دوكا كي يدوب يتعود زغبة، واحد يشبع واحد ما يشبعش. كتعودو تخدمو برك كتروا بسم الله باش ربي يطرح البركة. بسم الله نحطو شوية في الكحل. شوية حمار او حلو، اللي يحب يحط الحار يحط، كل واحد والذوق تاعو. شوية ملح، ثوم، صبة تاع الزيت بسم الله. او سي دو لويل دوليف الله يبارك اكسترا. انا والله ساعات كنت طيب الكسار غير ناكلو، غير هذا هو اللي نتغدى به. نتكاو عليه هكذا دوكا حتى يدبال دقيقة زوج، حنايا نحركو باش ما يتحرقش وما نحطولوش الماء، او دوك هو يطلق ماه. وشي هو بصح نعاود لكم على دلة العافية، ماشي متروحوش تطرقو الغاز قوي ومن بعد يشتلكم يسو كراميليز. هاي من بعد نتلاقاو. نغطيوه باش البخار هذاك يولي عليه ونخليوه يدبال. هايا ودركا
بعد ما يبدبال البصل مليح، واني والله ما زدت له قطره تاع الماء، هو اللي طلق ماه، انا على هذه قلت لكم ما تحطولوش الماء، ونحطوا له نزيدوا له الطماطم. بسم الله، ونحطوا معاه كريب تاع الفلفل الحلو هذاك المقطع، ونحركوا. نتكاو هكدا عليها باش كسكم، وساعة ساعة برك حركوا باش ما تلصقلكمش في الكاع. هكدا نردو دو فاصون، نحطو نردو الطماطم تجي من اللبط، نقلبو هايا ونغطيوها. هاني قلت لكم بدون ماء، ما تحطولهاش الماء، هذوك الطماطم هذه تزيد تطلق الماء تاعها. غطيوها برك، فوالا هايا. ومن بعد ما دبلت شويه هاهي، نرميو القريبة تاع الفلفل الحار باش يطلق البنة. اللي يحب الحار يشقو، واللي ما يحبوش يخليه هكذا كامل، وكي يعود ياكل يحطوه قدامه ويمعس. ها وباش ما تجيناش الشهبة نزيدو لها شوية طماطم، انا شتيها حمرا. هيا بسم الله، والان هاي طابت. وباش نعرفوها طابت، هاي تصفي يدامها منا وتزيد دير هاد البلابل هادو، حاب يقول هاي ماشي طابت صار يعني تشكتشكت. ها هاي الله يباركها، هاي تقولي معجون. ها والآن نضيفوا لها العظام. بسم الله، العظام نتوما حسب العباد اللي تحبوا تحطوا بزاف، تحبوا تحطوا ما تحبوا ما تحطوش كما تحبوا، تحبوا تحطوا ربعة، تحبوا تحطوا خمسة، تحبوا الدعوة في لاصوص كي تجيب لينا ماشي في العظام. فوالا دوكا نغطيو عليهم باش يطيبوا بالفرن تاعهم. ها ونرجع لكم من بعد. والان هاني نقدم لكم الطبق تاع التكتوكه، زينته ببعضيمات، هاني شبحته بكريب تاع فلفل حار، واش هي طيبه. وديروها مع السخانه هذه، هذا اللي يليق، وصحه غداكم مع طريف كسره خميره، يتكل مع الاحسن مع كسيره خميره. وصحة غداكم وشهية طيبة، وإلى الملتقى في الطبق المقبل إن شاء الله، ومع السلامة. هيا بقوا على خير.